من ضمن الأسئلة قدامي تدريب في مكتب محاسبة المرتب 2000 جنيه، الشغل عبارة عن إجراءات ولف في الشوارع ومرمطة، يعني 80% إجراءات و20% حسابات. وقدامي تدريب في مكتب محاسبة مرتب 750 جنيه، عبارة عن تدريب 80% حسابات و20% إجراءات ولف. هنا أحسن، خصوصا إن حديث التخرج لسه مخلص جيش. قولا واحدا، يعني أنت رديت على نفسك الخيار التاني يا جماعة، الناس وهي لسه بتبدأ حياتها في هذه المجالات تتعلم صنع. التعليم ده على فكرة مش ببلاش، ده في على فكرة في بعض المكاتب تقول لك مش هديك أصلا. فنصيحتي لا، استفاد من هذا الموضوع، ودي الكاميرا كمان، استفاد من هذه المواضيع انك تاخد الخبره العمليه، لانها تكون بالنسبه لك اهم بكتير جدا جدا من الفلوس. فبالعكس انت بتاخد خبره عظيمه جدا جدا، حتى لو تاخد 750 جنيه وهتتبهدل ومكان بعيد، على الاقل انت بتستفاد خبره عمليه اهم بكتير جدا جدا من انك تاخد فلوس واي حاجه. فضع ده في الاعتبار، وربنا يوفقك ويكتب لك كل خير باذن الله. لا تنسوا الاشتراك في القناه والاعجاب بالفيديو لمتابعه كل جديد.